أفكر بالمستقبل عندنا أفكار ويستقبل أنا بأفكار وأستقبل لا يفلح ولا يقبل بنايا الجنون وانا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون كركش مخبار كركش كركش لكن يا مرهون الدنيا حضور لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال سمعت شعبان يقول لك الدنيا ديجيتال سمع لي انت مخبرك ديجيتال صبح هذا الكلام اللي تقولينه يا زهرة خالتي سعادة هذه مثل أمي وأنا اللي واجب علي أني أهتم بيها ولا يمكن أني في يوم من الأيام أهملها أو أني أمنعك أنت أنك تهتمي فيها بالعكس يا زهرة بالعكس إذا أنت اليوم تهتمي فيها بروحك بكرة بنكون إحنا الاثنين مع بعض ومن بعدها بيكون أولادنا معانا فكري يا زهرة أرجوك فكري مرة ثانية أرجوك وخلي أملنا مع بعض يتحقق يا زهرة ترى الأيام تمر وكل يوم يمر من عمرنا محسوب ها ايش قررتي يا زهرة نحن لازم نفسخ الخطوبة جات القنوات جات نصيب ها ما شاء الله انت شاطر في تصليح الدشات يا نصيب طبعا حبيبي هذا نصيب ذا ابو النظريات والافكار حفظناها مطر حبيبي انت بعدك زعلان مني انا اسف يا مطر انا مقطوع عني الارسال نصيب ها تعال ضبطني مطر كنت أبوي خلاص موديل قديم حتى الحين في الأسواق ما يلقطع غيار البر يعني خلاص صرنا أصدقاء طبعا صرنا أصدقاء كبك وبهذه المناسبة أنا ممكن أطلب منك أول طلب بدينا قصدي يعني يا خليل إنك تقول إن هذا الطلب الثاني اللي طلبه مني لأن الطلب الأول أنا قمت بإصلاح وتركيب وتشغيل دشكم بلاش اعتبروا الطلب الثاني بصراحة يا نصيب أنا أريد أشتغل معاكم اسمع أنت هيك ما اشتغلت أصلح دشات يا نصيب ها إيش رأيك سننظر في الأمر خليل لا انا ما معهم انا ما معهم انا نعم
خليل أنا باغي أتكلم معك شوية. تفضل أسمعك. ما يستوي نتكلم في الشارع الله يهديك، خلنا داخل في البيت وبنتكلم هناك. إذا عندك شيء قول الحين. أحسنت، ما عندي كلام، جزاك الله خير. أنا بعد أقول إن ما عندك سالفة. يلا شباب خلونا نشوف شغلنا. رحنا يلا يا مطر. يلا يلا أتنى. مو ما عنده سهل بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. تعال ايش يتعشى بعد؟ يلا يلا هذا الاكل يكفيني انا وانت، بعدين تلاقي متعشى بيت خطيبته. ترى ماجد ما يحلى للاكل اللي هناك. كل بس يا رضية، أريدش تعاملي ماجد أحسن من كذي، ولا علشان يعني هو ولدي أنا وإنتي ما عندش أولاد؟ يعني أنت تعايرني إن ما أجيب أولاد؟ إزين يا خليفة، دقيقة واحدة ما بجلس لكم في البيت هذا. يا حرمة استهدي بالله، أنا ما جالس أعايرش ولا عندي خبر، كل ما في الأمر إني بغيتش تعاملي أحسن من كذي، اعتبري ولدش يا أخي. إذا كان أولاد يجيهم مثل ماجد فأنا معذرة، ما أريد أولاد. الله يعطيك العافية يا أمي. الله يعافيك زهرة. أمري علي يا أمي. يا بنتي أنا وأنتي ما عندنا إلا بعضنا بعض، أنت تخافي علي وأنا أخاف عليك، ونحن محتاجين لواحد ثالث يخاف علينا نحن الاثنين. وماجد يا بنتي هو الثالث اللي ممكن يخاف علينا. لكن يا أمي الله مسخرنيش علشاني يا بنتي، علشان تساعديني وتوقفي معي، وانتي ما مقصرين معي بشي. بس يا بنتي أريد أطمن عليش قبل لا أموت. بعد الشر عليش يا أمي، لا تقولي هذا الكلام. كل إنسان له نهاية يا بنتي، وأنا نهايتي خلاص قربت. وإذا كان عندك لخاطر لا تردي ماجد، والكلام اللي قلتيه لازم تصلح يا بنتي، هذا إذا كنت همش صحيح. وكيف ما تهميني يا أمي وانا افديش بروحي؟ انت تهمني اكثر من نفسي يا بنت. انا خلاص موعدي قرب، اليوم ولا بكره، هذا الاسبوع ولا بعد، كيف اتركش يا بنتي وانت لا عندي زوج ولا اخ ولا اخت ولا دقيق ولا دقيقة ولا حتى ثانية؟ أخلي حد يشاركني فيه؟ لا، أنتي أم، أمي أنا، أيوة أمي أنا، أحميش بعيوني وأحميش برموشي. Thank you.
جيري. زهرة بنت خالتي سعادة أبوها متوفي من زمان وما حرمة عجوز مساكينة مريضة بعد. ما فهم. نعم طيحت لي. سويتها يا حمدان سويتها ها؟ يعني قطعت عني المعونات والمساعدات؟ أنا من هبة عشا الحين ها؟ من هبة عشا يجوز سيدي خلق الله؟ يعني بديت فرض الحصار الاقتصادي عليه؟ لكن ما عليك يا حمدانو ما عليك أنا أبداً ما بتنازل عن ذي اللي سبها ثرية واللي يكون يكون كان عودة هذي صح؟ هذه يا ثرية؟ هي مغني عرفها؟ هينك يو نقال الهنا هينك اللي معذبني انا نعم اقوم ارد عليه اكيد اكل قهيمه ما موجود البيت اليوم اقوم اخذ راحتي الاشي موجود ما يحتاج اقول حمداني ايش سويت بالنسبه للشغل يا ثري الله يهديك انت ما انش كثير مستعجله لا تستعجلي العجلة من الشيطان نعم أنا قلت ليش بخبر أخوي مرهون اليوم على العشاء هي والله خلي الاقتراح يجي من عند أخوك أخوك أفهم منك بهالمواضيع أنت أصلا ما تعرف تفكر أنت لو كنت تعرف تفكر كنت فكرت من زمان وخلصتنا إن شاء الله إن شاء الله أول ما نتفق أنا وأخوي مرهون على الشغل أخبرش أتكون أنت أول الخابرين نعم ما؟ أقول حمداني بعدين بكلمك بعدين خليل وصل يلا يلا مع السلامة مع السلامة جهن هو ويا علينا شيء أكيد كنت تتكلمي في التليفون تليفون؟ لا لا كنت مريحة شوية خليل أحضر لك العشاء ومع العشاء عندي خبرين مهمين أمرين؟ أقصد خبرين؟ إي نعم الأول إني اشتغلت الحمد لله أخيراً والثاني أريدش تخطبين لي زهرة بنت خالتي سعادة زهرة؟ مامي الحين أنت يا حمدان إيه من صدقك تريد تدور على شغل معي أنا؟ والله يا مرهون إذا كان ما عندك مانع يعني لا عبد ما عندي مانع لكن عاد ليش تشتغل؟ صلح الشيء تراها تيقانة مربحة وأنا ومطر مستعدين سألكم هي يا ولدي يا نصيب لكن تشوش في البيوت ما تخترب كل يوم أيوة الناس ما من كثر فلوسك كل يوم بيركبون دشات أنت من الأساس ليش تريد تشتغل وعندك دكان؟ أكيد هذا ثري وهي اللي مشاوط لك من الشور بس بس شفتي سيدي من القوة انا بغيت اقول لو انك انت ومرهون اشتغلتوا الدكان اللي عندك ايش تسوي فيه والله ايش اقول يا اختي يا اصيلة انا حقيقة بعدني ما فكرت في الموضوع لكن اسميني اني اقفله ولا اخلي بطر فيه وانا حاضر يا علي مستعد تأمر امرا مطر لا ترى ورانا شغل يلا بيخطو قدامك خط هاي هي خلينا نسخر شو نعمل با ما كان عارف الدكان وحشو موضوع الدكان بنشوف له حل لكن مو من الحين يا حمدان ايش الشغله اللي بنشتغلها انت جالسه جوعي انت جالسه جوعي قلنا في واحد يبي قهوه با انت راني ما لحق ناخذ قهوه الغاز الله هي هي ولا غيرها ايش اللي هي يا مرهون تركنا لزقتنا وجدتها وجدتها ايش اللي وجدتها يا علشتها
هاي الوظيفة، الشغلة، الراتب، الفلوس، المستقبل. الوظيفة والشغلة والراتب والفلوس والمستقبل؟ ايه مو نشتغل؟ نبيع غاز؟ والله ان في غازين. نعم بيتي انا ما في غاز، والغاز مصروف البيوت. نعم اسميك انك ختمت. توفقني يا شغل، توفقني ان شاء الله، توفق ان شاء الله. شغله زينه هاي، شغله زينه مربحه. على هيل على هيل على هيل يا الصفر تميح، يا العود يا الغاوي انت تميح. على الدوام. الدوام مره وحده حسب معك معرفك من هياب ان ذا الكلام يوم الحلو تمدحني يا الصفر يا الغاوي. على كبر اللي مثلي انا هين بيمشي يعني، اكيد ماشي يدور لحد يحسن عليه كم من بيته. اوصلك والله تروح بسيارتك. عسى الله يرزقك مثل سيارتي هذه الفور ويل. الله لا قال ان شاء الله. تعال 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 وقف وقف. تعال تعال اركب 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 خليني اوصلك. تعال زين بتريحني اذا ما هني ما هني هالصوبه. هين ورا زين تبر شويه. ها ركبنا. كنت مطلع طيح ما بنطيح. زين عمي شعبان انت ايش سويت موضوع مع موضوع زواجك من خالتي ثريا؟ قد الحلال طلبنا العون من حمدان، طلع عندنا فرعون شفنا بروح ندحر عين عليها. لو ما كفاكي كان بيقطع عني المعونات والمساعدات الغذائيه وحتى الدوائيه. شوف انت ها انزين انت الحين ايش نويت تسوي؟ خليت الامر على الله وذا الحلال، لكن فكره الزواج ما بشيلها من قلبي ابدا، ما بشيلها ابدا. انت روحك ضيعت، ليش ما راح تخطب خالتي ثريا بنفسه؟ يا مطر انا وذا الحلال جلست مع نفسي وتشاورت مع عقلي، لكن قال عقلي يا ثريا مستحيل توافق عليه. قلت له ليش يا عقلي؟ قال وين محصلة بير تنزف منه ليل ونهار بير بترول، ألا وهو حمدان. وأنا بصراحة ما بختر حمدان، نعم ما بخسره، لأن ما بسوي شيء على حساب شيء ثاني. هذا الكلام. زين عمي شعبان ايش رأيك أخطب لك رحمة بنت عمي حمدان تراها غاوية؟ نعم لا لا وقف وقف، أقول لك ما لقيت لي إلا هذه اللي اسمها رحومة ذي، هذه أبوي حتى اسمها ثقيل علي. أنا شعبان بن رمضان أتزوج عبد رحمه أبوي يوم لك يا أحسن لي أروح على تترس لي رأسي بهالأفكار السوداء. أنا بعرف هذه ليش ما حد يريدها رغم أنها كاملة بجميع الأثاث. الوالد شكلك ما عاجبني من البارحة يا ماجد. يا ولدي لا تخلي أي شيء يضيع مستقبلك، وإذا في شيء مضايقنك ولا مزعلنك حله. أنت رجال فاهم وعاقل، أنا ما بسألك وش فيك، إذا تريد تتكلم اتكلم، وإذا ما تريد تتكلم يا ولدي ما هو مشكلة لا تتكلم. قوم البس ملابسك وروح الدوام، ولا تخليهم أو تعطيهم فرصة إنهم يخصموا عليك. ايش اقول لك يا ابوي؟ زهرة قبل لا تتكلم عن زهرة لازم تعرف ان زهرة اسم على ابو سمع. زهرة ما في مثيل لها في الحارة ولا في الدنيا، واذا هي زعلتك لازم تروح تراضيها، اما اذا انت زعلتها فايضا لازم انت تراضيها، لانك لازم تعرف الواجب، ولا تنسى انها بتكون زوجتك في المستقبل. يا ابوي زهرة تريد تقول ما معناه مستحيل ان نتزوج الا من بعد ما تموت امها. ايش هالكلام هذا؟ هذه هي الحقيقة، زهرة طلبت منا ان نفسخ الخطوبة. ايش تقول؟ لا انا لازم اشوف الموضوع بنفسي. لا يا ابوي لا ما الحين، خلي زهرة تهدى شوية وراح احل الموضوع انا بنفسي. زين حل الموضوع، واذا ما قدرت عليه خبرني، انا اللي بحل الموضوع.
سمعتني؟ يلا الحين قم البس ملابسك ويلا على دوامك. مو تسوي هني؟ جالسة خم. جالسة تخمي وانتي واقفة؟ يلا خمي خمي. ذاك ابغاك ما تجيش تعاندني. نصيب ذي ابو النظريات ذا ما نروح صاني هذا. نعم ايش تريد؟ خليل طول مالك الله يبارك فيك. ترى عمي خليفه مسك انسان شيبه شوي شوي علي. انا اعرف هذا ليش يلمح بس ابى اشوف اخرتها معه. لا لا انا قصدي يعني ما سويت لي موعد عشان اجي عندكم البيت ازورك. انت ايش تريد بالضبط يا خليفه؟ أنا أقول يا خليل إن بيتكم محتاج إلى صيانة وأنا حاضر ومستعد إني أسوي له صيانة. لا تفهمني غلط. وبعد الصيانة؟ أسوي له صيانة مرة ثانية لما يحتاج إلى صيانة. خلاص خلاص عمي خليفة سوي أنت حال بيت صيانة. لكن ترى مسكين خليل ما عنده غوازي. ومن جاب سيرة الغوازي؟ الله يهديك يا ولدي يا نصيب. من جاب سيرة الفلوس أصلا؟ أنا مستعد من باكر الصبح. العمال حكومة حكومة شي منهم هناك جالسين. من باكر الصبح بيبتدوا العمل وبيقوموا باللازم وشرط بيكون بيتكم احسن بيت في هالحاره. خليفه تو مالك يا انسان استهدى بالله. الرجال باغي يصين البيت. خل انت خل بشوف شغلي معاه. شوف إن ما لنا حظ في هذه الشغلة يا أخوي يا حمدان. ما لنا حظ. ها الدنيا حظوظ يا مرهون يا أخوي. الدنيا حظوظ لكن الإنسان لازم يصبر شوية. هذا الرزق ما يجيك لك. لازم واحد يثابر ويتعب شوية. من يوم ما طلعنا من البيت لغاية الحين ما بعنا ولا غرشة غاز. ما شو ما غرشة شو ما استوالي غاز ما لك لك أنت مرهون. المهم نبغى نبيع نحن ولا حظنا نحس من أوله؟ أقول لك مرهون يمكن هذيل الناس ما يسمعوا هذا السيارة. إيش رأيك ننزل ونضرب عليهم الجرس ونسألهم تريدوا غاز ولا لا؟ ما يستوي يا أخوي حمدان ما يستوي. أصحاب الغاز يضربوا هرن. إيه وإحنا لازم نسوي مثلهم. ولو أودنا الهرن معظم الأحيان إزعاج يكون أحيانا إزعاج. نسيتوا إحنا والأسطوانة بعنا على الأقل نبيع أسطوانة واحدة. لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. مرهون؟ ها؟ هل ترى ما أرى؟ ماذا ترى يا أخ العرب؟ انظر أمامك يا مرهون. ألا ترى ذيك الحرمة تعشر؟ ظني باقي غاز مخلص علي الغاز. جا الفرج حمدان. جا الفرج جاك الفرج. ها؟ ايه عجب. سير بسرعة سوى عسير عن يطير عنا رزق. رزقنا محفوظ إن شاء الله. نعم محفوظ والنعم بالله. إيه أسميني عاد ختمت زين. توعد أبغاك تتحرك زين 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 زين. خليل يا وجاميل يا ويلي وحوش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأخت تفضلي. خلص علينا الغاز والأكل فوق الطباخة. وهنا هو الأكل؟ قصده يعني يقول يعني هنا هي اسطوانة الغاز. اسطوانة اسطوانة ورا الباب. انتوا شوفوا شغلكم وانا اروح اجيب لكم فلوس. يا تفضل تفضل تفضلي اطلب ما بتفضل تفضلي تفضلي. اقول ما هو يا اخوي. نعم. تو هذين الجماعة اللي يشتغلوا في هذه الشغلة الغاز هذه يعني كيف يسويوا؟ ابغى اعرف يعني ابغى اسأل سؤال معين. هاتفضل. هل انهم يجيبوا الاسطوانة الفاضية او انهم ينزلوا اسطوانة جديدة؟ وانت في رأيك يعني في فرق يعني المسألة تفرق يعني؟ يا شيخ ما تفرق كل واحد. لكن احنا ما دام استبلينا بهي الشغلة لازم نتعلمها على وصولها. اي نعم. كلامك منطقي. زين والحين ايش الرأي؟ الرأي ان انا وانت الفلفة ونشوف لنا سيارة غاز نجي نراقبها من بعيد علشان نتعلم الشغلة زين. يا اخي ما يقولوا عن الناس هذا يشتغلوا في الغاز وما يعرفوا. لازم نتعلم صح. اسميك انك ختمتها زين. على خلنا نروح قبل لا تطلع الحرمه. خلنا توكل.
شباب شباب حمدان مصدق ان عنده دكان ما في شيء البر ما له دكان ابوي خالتي ما في شيء انت تشوفي الدكان ده في شيء ما في شيء لكن تعالي خبريني انت هذه الاغراض اللي جالسه تاكليها من يدفع قيمتها طبعا ابوي ترى الدكان دكانه وبعدين عندي انا الدكان عشان من ابو ابغى رحمه يا حبيبتي انت ما تريدي دكان ابوش يكبر ويزيد وتكون فيه بضاعه اكثر من هذه البضاعه ايوه خالتي ابغى زين انا اقول يعني ايش رايش نتعاون انا وانتي ومطر في ان نكبر هذا الدكان وترانا احنا كلنا بعدين نستفيد انزين خالتي انا موافقه لكن بشرط عاده ايش هو الشرط شرطي انه ثريو ما تجي تاخذ من الدكان شيء بدون ما تدفع غوازي ترى هي اللي مخسره ابوي واجد مفلستنه ثريو ومن تكون هذه ثريو خالتي هذه ثريو لكنش بتشوفيها بعدش هي ما واجد مخسرتنه تاخذ كل شيء بلاش عقب خلاص احنا الاثنين متفقين ها من الحين ان اي حد ياخذ من الدكان ما ياخذ ببلاش لازم يدفع حتى لو كنت انتي انا حتى انا خالتي عقب انا ما موافقه تعلمت الشغل على وصوله؟ ايه نعم تعلم. ما تبغى شيء جابوا الاسطوانة الفاضية ايه؟ وخلوها في السيارة انزين شالوا المتروسة ايه؟ ودخلوها في البيت بس جه ذاك الولد الثاني ايه؟ واستلم فلوسه نعم وسحبوا سيارته لا فهمت الشغلة بس سهلة ما صعبة سهلة؟ اه حق مطلق الحرمة يصير الحرمة؟ طبعا اي تحرسني اطيب عني اسطوانة واحدة يلا خلي شغل لندروبر خضر أنا مشيت كل بر إلى ندلوبر خضر السايق تسلم يمينه سوى بنزين في المكينة أنا مشيت كل بر إلى ندلوبر خضر جازيش يا تري الله جازيش لا اتصال ولا حتى مشي نعم حبيبي غاب لكن حجة الغائب معاه يا الله يا مرهون يا الله ضربتني على الوتر والحساس كيف؟ على الوتر والحساس أبوي خلنا من هالسوالف هذه وخلنا في الأهم أسألك اتقنتيها شغلة الغاز وانت بعدك مثل عشل وموك مو تبغى شغلة الغاز شغلة سهلة ما صعبة ما محتاجة تضيع كل هذا الوقت كان والله نعم سهلة مرهون انطلق بسرعة كيف انطلق بسرعة ابوي السرعة ما زينة السرعة سرعة خطر عواقبها وخيمة على ما قلت انطلق يقتلنا مرهون ما صح
مو انت الحين تترجى هذا اتصال من البرتقاله؟ ابوي مشغول عنك البرتقاله مشغوله. أجيب سيارة غير؟ اشتريت من عندهم يمكن؟ أنا قلعت عيني بيديني. ترى أنت أشوارك دميرة. بعد يصير تتعلم بعد؟ هيا خذ من غير نعادة. وش سوي؟ بس قنا الله. بزير أضربهم. ما أضرب حد. مالك الله يهديك. كيف؟ إحنا جايين نشتغل ما جايين نضرب إحنا. مالك ياك أنت؟ مالك جاي كبير تقعد تضرب صغير صغار؟ أمشي؟ أمشي أمشي. خليل حط شوي الصب يمين ولا يسار؟ ابوي يمين ما صب بيتكم ولا باغي انت تطلع مطبخ بيتكم يلا عشان تشوف الوالده مطبخه حلقني. حاضر حاضر يا نصيب. استاذ نصيب لو سمحت هذه نصيب تقول لي اياها خارج شغل، اما هنا في الشغل استاذ نصيب. ابوي شوي شوي علي شوي شوي، انا بهذه الطريقه ما قايم اتعلم، ولا انت عاجبت انك طريقه الشيوبه في التعليم؟ ها كلمتين وكف على وجهك، ولا اقول لك كلمتين وخيزران على ظهرك، وبعدين انا ما صغير عشان تعاملني بهذه الطريقه، فاهم ولا لا؟ وبعدك ترد علي بعدك؟ شوف شغلك، شوف شغلك. شوف هناك ماشي ماشي ماشي. خليل خبرني مو تشوف هناك. بعدين 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 كمل شغلك كمل شغلك. اكمل شغلي؟ ها انت مخصوم منك اسبوع وبعدني اعرف من جاي تشوف هناك. خذ عني قاعد شوي. هذه زهرة قاعد تتروح فيها. متى تخطب لي اياها امي؟ متى ها انت تخطب لك اياها امك؟ اخ نعتذر لهذا الخلل الفني الطارئ. مرهون. نعم. من يوم ما اشتغلنا الشغله هذه الناس كلها اصبحت ما تحمد الغاز بقى. ايه يا حمدان الغاز شريان الحياه. والحكيم دايم يقول المياه سر الحياه. لا ابوي بعد مرهون يقول بعد الغاز سر الحياه. إيه. اخو المرهون. نعم. الله سبحانه وتعالى ما كتبنا الرزق على يدك الحرمة. كتبنا الرزق على يد ذاك الرجال اللي واقف عند بيته. هنا؟ اكو عند البيت واقف ما تشوفه. اي والله. خل اسوي شوي حركات شوي حركات شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل اخوي تفضل. بغينا غاز. حاضرين. اسطوانه كبيره اذا كان شيء. لا شيء ان شاء الله شيء ولا يهمك. شيء اسطوانه كبيره؟ سوينا درب. حمدان. خل داخل. وجيب الاسطوانه الفاضيه هناك. وانا بنزل الاسطوانه الجديده. هي الغاز بقى. هذا هو الغاز. جابوا شيء شيء. هذا حين صغار ملمودة هنا كده أنا. يا ربي هاي يبغى لها كريم. هنا أقدر أحرك أنا يا طول مني.
حيل حمدان مسكين اخونا بيتورط. يا الله ماشي يا ابوي وتعذب المسجد. اقول انك يا حمدان انك 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 لا اله الا الله. يا ريتنا ما وقفنا. ايش الحال؟ غاب حمدان مسكين. بسم الله. والله هما خلصتي حمدان. هاي ملحومه الظاهر الحديد من تحت. ما تتحرك ما تتحرك من لحمه. ما اعرف ما تتحرك ما قدرت لي وحدي. ايش انت بات انت خلصت؟ انا والله انا بطلت هذيك الانبوبه. انزين هي الانبوبه ما جبت الانبوبه؟ ما اجيب واحده جهيمه اطول مني يبغى لها سبعه. تعبها لكنها يا هراء. لك انت ماشي انت ما شغل انت. كيف؟ انت شيت ما انت ما قوم شيت. انا ماشي اللي وحده جاي اساعدك. خطف تخطف تعال تعال خطف خطف تخطف اجي وحده. هات يدك هات يدك. ما 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 وحده شوي مو عايزين نشتغل هالشغلة. شوي شوي ما ينكسوها يدحرجوها يدحرجوها دحرجه تعال ابو تعال شوية متوقعين بهذا. هذا متوقعين بهذا عجيم. هذا اشكرا تعال ابو تعال تساعدون تنزلوا عنها. تعال شوية الدخلة داخل البيت. ها يلا صبر شوية يلا ابو يطيح ابوك يلا 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 دخلوا على داخل دخلوا دخلوا داخل عشر 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 سير معهم حمدان. هلا هلا خليفة، إيش اللي موقفنا قدام باب بيتي؟ الله يسلمك. إذا كان على اللي موقفني فاللي موقفني كثير. ما فهمت، إيش تريد تقول بالضبط؟ وإذا كان على اللي أريده فاللي أريده كثير. بعدني ما فهم، قولوا خلصني إيش تريد بالضبط؟ إن شاء الله. أنا الله يسلمك يا ثريا يا الطيبة يا الغالية يا بنت الأصول. أنا طالب القرب منك. إيش؟ أنا ثريا أم خليل أتزوجك أنت؟ أتزوج واحد بخيل؟ سير سير من هنا قبل يجي ولدي خليل ويكسرك تكسير. سير ولا أقول لك أنا اللي سايرة. يتزوجني واحد بخيل هي. الظاهر ان المسألة تبى تفكير وتخطيط وتدبير. هذه ما بتجي بسهولة. لكن من ما عليش ثريو ما عليش الايام ما بيننا. اذا ما تزوجتش ما اكون انا خليفة. Ha